هنبني لحضراتكم جزء اللي هو متلون بالاحمر ده اللي هو ورانا، يعتبر ورانا تقريبا كده على الكوبري، بيبص على الكوبري ده. المنطقه دي هنبني لحضراتكم وحدات سكنيه للناس اللي عاوزين يفضلوا في المنطقه على 26 يوليو. دي المنطقه دي هيتبني فيها نموذجين 60 متر اوضتين و75 متر ثلاث اوض، تمام؟ يعني هيبقى في مساحتين، مساحه ال 60 ومساحه ال 75. طيب اول سؤال حضراتكم هتسالوه، طيب المشروع ده هياخد له وقت قد ايه؟ عمال العمارات تتبني هياخد له على الاقل 3 سنين 4 سنين عشان نبقى واقعيين، واي حد يقول لكم حاجه غير كده يبقى بيقول كلام مش منطقي ومش عمل انه يتعمل. مش هياخد له اقل من 3 4 سنين عشان يتعمل. خلال الثلاث اربع سنين دول ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الدوله هتقدم لحضراتكم ايجار مؤقت عشان كل واحد فيكم عاوز يروح حته تانية ويرجع تاني يقدر ياجر هو لنفسه. البديل الاول بقى لجوه المنطقه اللي حضراتكم عاوزين تقعدوا جوه المنطقه بالايجار، احنا قلنا ان التعويض بالوحده السكنيه. فاحنا عندنا حضراتكم ناس عندهم اوضه، ناس قاعدين في اوضتين، ناس قاعدين في ثلاث اوض، وناس قاعدين في اربع اوض واكتر. هم دول الاربع انظمه اللي احنا عاملينهم. وعندنا وحدات سكنيه نموذج ا اللي هي 60 متر، ونموذج ب اللي هو 75 متر. طيب الايجار القانوني في المنطقه دي النهارده محسوبه بثمن الوحده، ده ايجار قانوني حسب الضريبه العقاريه. النموذج الصغير 2500 جنيه في الشهر. اللي في ما تستعجلش، اصبر وما تستعجلوش.